شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال لقائه وزير الداخلية قاسم الأعرجي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المحاولات الخائبة لبقاء الإرهاب التي تحاول زعزعة أمن المواطنين واستقرار البلاد. وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب أن الجبوري بحث خلال استقباله وزير الداخلية تطورات الملف الأمني واستعدادات الوزارة لتأمين الانتخابات في البلاد وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات كافة. من جانبه ثمن وزير الداخلية حرص رئيس مجلس النواب بمتابعة كل ما يتعلق بأمن الشعب العراقي والبلاد، مؤكدا أن الوزارة أكملت استعداداتها لتأمين إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.